السلام عليكم، هسه راح نبلش شرح شابتر 10. شابتر 10 بحكي لي ديزاين بيم فور شير. انا بدي اصمم البيم على شير. مثل ما طلعنا بشابتر 9 اصمم للمومنت، كنت اطلع زون 1 زون 2 زون 3 وبلاستيك مومنت الاستيك مومنت او ان الاستيك مومنت، وكنا نطبق قوانين معينه وكنا نطلع قيمه المومنت كاباسيتي. هون احنا رح نطلع برضو الشير كاباسيتي. الشير كاباسيتي فخب اختص بشابتر 10، مثل ما تعلمنا بشابتر 9 بنحكي انه الفلانج هي بتشيل المومنت والشير هي بتشيل الويب. هسه بسبب المومنت بصير عندي شير، كيف يعني؟ هسه المومنت بعمل لي تغير بالطول، كيف بعمل تغير بالطول؟ يكون عندي البيم زي هيك، بعدين يتغير طوله بسبب التنشن والكومبريشن لهيك. بالتالي صار عندي طول من تحت بسبب التنشن وكمبريشن من فوق لطوله، هذا الاشي بيعمل لي شير. وين الماكسيمم بيكون؟ وين الشير بيكون عندي ماكسيمم؟ عند النيوترال اكسس. هسه لو انا عندي هذا الشكل، هذا الريكتانجولار بيم، شكل الشير ستريس بيكون عندي هيك. كيف هيك؟ لما بدي اجي احسب الشير ستريس هون بكون قيمته صفر، هون صفر، هون قيمة معينة، هون بكون الماكسيمم. كم قيمة الماكسيمم بالريكتانجولر بيم؟ بكون 3V على 2BD. طيب هذا القانون كيف أجا؟ كيف هاي؟ أجا شوية للسترينث أوف ماتيريال. السترينث كنا نحكي الشير فورس أو الشير، يعني الشير ستريس، شو بساوي؟ VQ على IT. V اللي هي قيمة الشير فورس اللي بنجيبها من المومنت دياجرام. Q Q هي قيمة الفيرست مومنت اوف اريا زي الزد، بس على حسب وين بدي ستريس. يعني لو بدي ستريس هون فوق السنترويد، فبالتالي مساحة ما في مساحة، فبالتالي الشير زيرو. اما لو بدي ستريس هون مثلا، شو المساحة اللي باخذها؟ اللي المساحة هاي، هاي المساحة ايش هي بالبيم؟ تكون هاي المساحة، هي الكيوب تكون الاريا ضرب ايش؟ ضرب المسافة بين السنترويد، والسنترويد الشكل كامل، هاي الكيوب سترينث اخذناها. هي شبيهه بالزد اللي بالشابتر 8. اي اللي هي مومنت اوف انرشيا للسكشن، والتي اللي هي ثيكنس النقطه. بس النقطه هاي شو وين ثيكنسها؟ هي هون. نيجي نوضحها على دبليو سكشن. عندي هذا البيم، لو قلت لك السنترويد عندي هون، حكيت لك احسب لي الشير ستريس هون، الشير ستريس هون زيرو، هيو زيرو. طيب هون قلت لك الشير ستريس هون، بدي احسب الفيرست مومنت اوف انرشيا، كيف بدي احسبها؟ لك هذا الخط زي هيك. ايش المساحه بدي اخذها؟ هاي المساحه تبعت الشير اللي هي قناه، خط هيك المساحه. المساحه ايش بتكون؟ كيو لها بتكون مساحه الفلانج بالمسافه بين السنترويدين اللي هي هاي والسنترويد هاي، طلع المسافه بينهم، ما قيمه كيو. اي هسه الاي للشكل كامل. طيب التي ايش تكنس النقطه هاي؟ شوف النقطه هاي تكنسها هي هون، هي ثيكنس الفلانج، لانه انا بحسب الشير ستريس للفلانج، فبالتالي الشير ستريس على الفلانج. طيب هسه لاحظ برسمه الشير ستريس بتلاقي في عندك تغير. فين تغير؟ شوف هاي النقطه، هاي نفس النقطه لها اثنين شير ستريس. شو الاختلاف هذا؟ ببساطه مره الشير ستريس للفلانج ومره الشير ستريس عندي الويب. كيف يعني عندي الويب؟ يعني لما تحكي القانون في كيو على اي تي، ثيكنس النقطه هاي كيف تكنس الويب؟ قديش تكنس الويب؟ أقل من الفلان، فراح تحكي لي أنا كل ما قل المقام زاد البسط، فبالتالي زاد الشير ستريس، فزاد الشير ستريس بسبب نقصان مقام. طيب وهون طيب قديش الكيو هون عند السنتر؟ لك الكيو عند السنتر هي المساحة كاملة أو اللي تحت، واحدة منهم. لو بدي أحسب الشير ستريس هون، قد الشير ستريس هون؟ هون الفيرست مومنت اوف اريا هون هيك. بتمنى انها تكون وصلت. حسب طلب مني شير ستريس عادي احسب في كيو على اي تي. احنا ما راح نتعامل زي هيك بالستيل، راح نتعامل على قوانين الكباسيتي زي ما تعاملنا بالمومنت. ما كنا نرسم مومنت دايجرام ونطلع ستريس، لا نحسب يدوي. اذا في عندي هون مصطلح شيء اسمه ستيفند او ستيفندو، يعني تكون الويب مربوطه ببراغي زي هيك. لما تكون زي هيك هي اسمها ستيفن دوت. طب لها اسم ثاني هي
عرفنا موجود هون، راح نلاقيه بالمانيوال اللي هو الترانسفيرس ستيفنرز. هي هاي الاضطراري، هاي ترانسفيرس ستيفنرز، نعرف اذا انه الويب ستيفند او ان ستيفند. تمام، هسه بحكي لي في نومينال على على شير عندي، على شير عندي هو قانون ثابت هو 0.6 في اف واي في اريا ويب في سي في. بحكي لي شو كل هذا، بنتعلم محتوى واحد. 0.6 هو ثابت عادي، اف واي اللي هي اللي يلد للحديد، اريا ويب هي دي في تي، يب مش الاتش في تي، بقول لك الدي في تي كيف يعني عندي فلانج زي هيك او دبليو سكشن زي هيك، اريا ويب بدها تساوي المسافه هاي كامله هون هون، هاي اسمها دي، هاي اسمها تي، دي دي ويب. لا تخربط بين الدي وبين الاتش. طب مني اريا ويب اللي راح اطبقها بقانون الشير كاباسيتي بتكون ديبث كامل، ديبث كامل هي دي في دي ويب. طيب شو سي في؟ سي في هو ثابت بيعتمد على شكل السكشن. طيب هسه في عندي حالات، صار تشابتر يفضل نشتغل عليه من المانيوال اللي هو من تشابتر 14، يعني شيت القوانين تبع تشابتر 14 اللي هو مانيوال. هسه بحكي لي W section. W section. لك for web rolled I shaped يعني W section. ال H T web شو ال H؟ ال H اللي هي H web يعني. هي ال H. هون لهون. إذا كانت عندي rolled section أخذ ال H اللي هي راح 2 كي. راح 2 كي. بالتالي إذا كان عندي rolled و I shape بشكل عام يعني ال W section حيث كانت ال H على T web أقل من هذا الرقم، أقول لك المعامل اللي نضربه بال resistance 1 وال CV 1، مش قلنا ال V nominal هي 0.6 area web FY في CV مباشر. شفت عند ال W section rolled rolled مش build up rolled، ركز rolled لك مباشرة سي في واحد A web اللي هي D T web 0.6. قديش أنا اللي بدي أصمم عليها 0.9 في nominal، هذا الرقم كامل تضربه 0.9 تضربه 0.9 تضربه بواحد تضربه بواحد تضربه بواحد في حالة التصميم rolled section. أما إذا عندي لويب سيمتريك شيب أو سينجل سيمتريك شيب أند شانل إكسبكت راوند أت أس أس، أي سكشن مش رولد يعني بيلت أب مثلا أو شانل أي إشي معادل راوند أت أس أس، سي في هو قانون، سي في هو قانون. إذا الأتش على تي ويب أقل من هذا الرقم يكون CV واحد، إذا ال H على T web بين الرقمين هذول يكون CV كذا، H على T web أكبر من هذا الرقم يكون كذا، زي حالات ال local bucket. طب راح تحكي لي فيه أنا كل شيء بعرفه ما عدا ال KV. شو ال KV؟ ال KV هو ثابت مقداره 5 إذا كان عندي web بدون transfer stiffeners، H على T web أقل من 260، يعني إذا ما عندي transfer stiffeners اللي هي stiffeners اللي هي البراغ اللي بالنص بالويب، بقول لك اتش تي ويب وكانت اتش تي ويب اقل من 260 تكون كي في بتساوي 5. اما اذا كان عندي تي سكشن وما كان عندي transfer stiffeners بتكون كي في بتساوي 1.2، يعني بطلع هذا القانون بتعوض 1.2 اذا كان عندي تي بدون stiffeners. اما اذا عندي W مثلا او W built up بقول لك ايش اخذ الكي في بتساوي 5. اما اذا كان عندي ويب فيها ترانسفير ستيفنرز الكي في هي 5 زائد 5 على اي اتش، ايش الاي؟ طبعا الاي اللي هي المسافه الكلير بين ترانسفير ستيفنرز بين البراغي، اتش اللي هي اتش اتش هي اتش ويب. طبعا
أنا بشرط أنها تكون خمسة. متى بتساوي خمسة؟ هي بتساوي هذا القانون. أما إذا كانت ممكن تكون خمسة، تكون A على x أكبر من ثلاث و A على x أكبر من هذا. تمام، يعني قبل ما نعوض هذا القانون تأكد من A على x. طبعا نرجع للمطرحات. Area of web over full depth times the web thickness، يعني D في TW. H الرول شيب تكون clear distance between flange ناقص الفلت or radius، اللي هي كان عندي زي هيك كي الاتش بتكون من هون لهون، هاي هي الاتش. ما كان عندي زي هيك قيمات، يعني الاتش من هون لهون. For built up welded connection the clear distance for welded up distance between fast arms line، اللي هي المسافة بين خطوط البوابة. For T بتكون over the old depth قبل زي هيك. هاي هي الاتش ويب، الاتش هيك. تمام، كيف حكينا عنه؟ بالتالي 10 اختص هذا الشيء، اختص هذا الشيء. تمام، نروح على اكزامبل وهو ما في غيره. بيقول لي دبليو 21 55 الاف واي 50 تشيك ادكوانسي انشير، يعني افحص هذا السكشن كويس ولا لا. بعدين دبليو ديد دبليو ليف دبليو ليد انكلود بي موت، يعني ما في داعي اجمع 55 على 1000. بالتالي لما هذا الاشي قديش الماكسيموم شير؟ الماكسيموم شير دبليو العف كم الدبليو؟ دبليو هي 1.2 في 2 زائد 1.6 في 4. عوضها هون ال 20 2 تقسمها تطلع مع قيمة الشير. قيمة الشير هي ليش؟ مشان اشوف اذا انها اكبر واقل من الفاي في ان. بالتالي شو هسه بهمني انا؟ بهمني في الفاي في ان. كيف بدي اجيبها؟ اقول اول شيء عندي هاي باليوب 21، يعني الفاي 1 سي في 1. بالتالي شو ظل عندي؟ 0.6 اريا ويب. اريا ويب ايش بدها تكون؟ هي الدف كامل، هي 21 راح تكون او انه بتجيبها من المانيوال. ضرب ثيكنس الويب، كم ثيكنس الويب؟ بتجيبها من المانيوال. بس هاي كل ترك السؤال. فبالتالي لك الاتش عشان يفحص اذا انا اقل من هذا الرقم من السي في، شو قال لك؟ 20.8 اللي هو الدب تقريبا 21 ناقص 2 كي كي من المانيوال. هاي الشغلات اللي حكيناها بشابتر 6. الاتش على تي ويب كذا اقل من هذا الرقم، بالتالي سي في 1 والفاي 1. الاري ويب دي في تي ويب، دي في تي ويب بينهم من الكذا، فاي برضه 1. فبالتالي 234 اكبر من الدبليو على 2، بالتالي اموري تمام. انا بدي اجي اعطيك مثال من عندي. وكان عندي زي هيك سكشن اب سكشن، قال لك مثلا هاي المسافة 1، هاي المسافة 1، هاي المسافة 14، هاي المسافة 14، هاي المسافة 30 مثلا، هاي نص. تمام بقول لك هيك عالشير. كل اشي بعمله بقول لك انه هذا الشكل بيلد اب سكشن، بالتالي بدي اروح على المانيوال بيلد اب سكشن، راح اقول لك انه الفاي 0.9، فاي 0.9. يعني شغله بدي احسب السي في، السي في السي في واحده من هذول الثلاث قوانين، بس بدي الكي في اول. فبروح على الكي في، ما عندي ستيفنرز، عندي ستيفنرز معناته الكي في بتساوي 5، كي في بتساوي 5 كونه هذا دبليو سكشن. لو تي سكشن بقول لك كي في 1.3. يعني السي في، السي في شو بروح بعمل؟ بروح بحسب اتش على تي ويب، اتش كم؟ 30. كم التي ويب؟ نص. هاي كم بتساوي؟ 60. فبدي افحص ال 60 مع القيم هاي، بدي افحص ال 60 مع القيم هاي. افرض انه اي 29000 و اف واي 50 افحصهم بتطلعهم شوف هي اي معادلة فيهم تحصل. بتطلع السي في، بس تطلع السي في شو بتحكي؟ بتحكي بكل بساطة load 5 vn
تساوي 0.9 مضروبة في أريا ويب. كم أريا ويب؟ هاي 1 30 وهاي 1 32 مضروبة في تكنس الويب كم نص. هاي أول تريك بالسؤال، تأخذ الأريا ويب هي الأريا الكلية. ثاني شغلة سي في بتجيبها من القوانين هذول. ثالث شغلة الأف واي معي أي ناعي ما ننسى الـ 0.6. هيك بكون انتهى شابتر تطبيق مباشر وقوانين لا أكثر. لكم ألف عافية.